عندي نظام الكتروني راح اشتغل بس على موضوع الدليل الاجرائي، بس اكتب دليل اجرائي. ليش طيب ما تسالني تقول طيب يا اخي ليش ما سويت نظام الكتروني؟ اقدر اسوي بس انا سويته بيصير عندي مقاومه، الان شغال بطريقه دفاعيه. اذا ايش اللي خلاني اشتغل بطريقه دفاعيه؟ هو تحليل لطريقه صوات. صوات بيخليني اهجم، ادافع، اتشارك مع الاخرين. كيف الطريقه اللي ساستخدمها؟ فارجو ان تلاحظوا معي تحليل نسميه تحليل الصوات. تحليل الصوات معناه ان دائما عندنا اي بيئه عمل عندنا في المنظمه، انت الان مدير اداره في ادارتك، الان تبغى تركز على ادارتك، ما لك علاقه بالمؤسسه العامه كلها، انت لك علاقه ببيئه العمل عندك، الوحده اللي دائما شغال فيها. يعترف هذه الوحده عندك الان بيئتين، بيئه داخليه، في البيئه الداخليه عندك ايش نقاط القوه اللي عندك موجوده؟ كلمة الصوات هي أول شيء من ما هي نقاط القوة اللي عندك، هو أنا عندي موظفين ممتازين، عندي أجهزة موجودة، عندي ميزانية مستقرة، هذه نقاط قوة. طيب وفي البيئة حقك الداخلية يا ترى إيش نقاط الضعف اللي عندك موجودة؟ والله أنا عندي مشكلة يا أخي بنقاط الضعف اللي عندي، عندي إن في معاملات تتأخر بشكل كبير، عندي اثنين من الموظفين أصلاً مرضى ومنومين في المستشفى وبالتالي مش موجودين، هم كانوا محور ارتكاز حقي، عندي إشكالية كبيرة جداً كثير من الإجراءات أصلاً مش مؤكدة. إذا أنا أتكلم عن نقاط الضعف الموجودة عندي، سؤال ما الفرق بين هذه واللي بعدها؟ هذه نقاط القوة ونقاط الضعف موجودة في البيئة الداخلية أنا أتحكم فيها كمدير وأنا أتأثر بها. يعني مين اللي يسويها؟ أنا اللي أسويها وأنا أتأثر بها. إذا لما نقول بيئة داخلية ماذا تعني؟ هي نقاط أنت تتحكم فيها وأنت تتأثر بها. اسمها بيئة داخلية، تنقسم لكم قسم، نقاط قوة نقاط ضعف. البيئة الثانية هي البيئة الخارجية. أنت لا تتحكم بها لكنك ماذا تفعل؟ تأثر بها. يعني فلنفرض أنا إدارة الجودة داخل المؤسسة العامة، هل تعتبر إدارة الـ IT إدارة تقنية المعلومات؟